تعطوني استخدامي صراحة بدي أتشكر كل شخص عم يكتب عن هذا الفيلم أو عم يحكي عن هالفيلم، إن كان بطريقة جيدة وعم بحب كتير أو إن كان عم ينقد الفيلم، طالما هو نقد بناء أنا بحييه وقول له شكرا، لأنه هيدا الشيء بيأكد أنه هيدا عمل فني عم بيثير جدلية وعم بيخلي الفكر الإنساني يطلع من مستوى القصص اللي بيشوفها كل يوم ويروح لمطرح أنه يعبر عن رأيه. ما بدي خانق حدا، المؤتمر اليوم العمل مش لنرد على اي انسان حكى بالمنيح او بالعاطل على الفيلم، بل لعن جد اتشكر كل الرأي العام وقول للناس انه انتو كونوا فكرتكن ما تتكلوا على شو بينقلكن او مين شو بيطلع بيقول لتلحقوا، اقوى وفعال اكتر اذا كل انسان بيكون سيد كلمته وسيد الرأي تبعه، خاصة بالفن، لانه الفن هو ما في معادلة واحد زائد واحد تعطي اثنين، الفن هو شيء بيرتقي لمرحلة الاحساس، لمرحلة الانسان كيف بيفكر، شو في براسه مخزون ذكريات، كل هالقصص اللي عنده اياها من خلال الفن بيطلعها وبيفجرها وبيعمل مثل ريتروسبكتيفيتي بينه وبين الشيء اللي عم بيشوفه. فبدعي كل اللي عم يسمعوني او عم يحضر او عم يشوفوا هلا هالريبورت انه عن جد كونوا فكرتكم الخاصه، ما تراشقوا العمل اللي بيطلع من بلدكم، لانه بالنهايه حيرجع لنا الحجر. يعني ليش بدنا نستقبل القصص اللي بتجي من برا ونحملها على الرايات، والقصص اللي بتجي من عنا بدنا نصير انه ننسفها من قبل ما تبصر النور؟ ما بدي اطلع لبرا واحصد جوائز واجي اشوف حالي عليكم فيها، بالعكس بدي نحن كلبنان ندعم كل شغله بتنعمل هون ونصير نحن فخورين برأينا وبالشيء اللي بدنا نقوله برا، مش العكس. فعن جد شكرا لكل حدا حكى عن هالفيلم، وبدعي كل حدا بعد ما حضره يروح يحضره ليكون هو فكرته الخاصة، ومستعدين نضل عم نسمع شو ما بيجينا عن هذا الفيلم، ونفتح يعني نقاش ما بيخلص، مش من خلال المؤتمر الصحفي، من خلال حيالله وسيلة يمكن بحب أي حدا يتواصل معنا فيها، لأنه نحن we are open for any opinion أو أي شيء بينحكى عن هذا الفيلم. Okay.